نظم الاتحاد الدولي لإعلام الأقليات في بغداد وقفة تضامنية استنكارية مع المكون الأيزيدي والإبادة التي تعرض لها في سنجار، وطالب المشاركون الحكومة بالجدية في متابعة ملف الأيزيديات، خصوصا مع وجود المئات من الأطفال والنساء لا زالوا مختطفين، كما طالبوا بإعادة أعمار مناطقهم المحررة. هذا بالاتحاد الدولي لإعلام الأقليات وحقوق الإنسان، والذي يضم تحت خيمته مجموعة من المكونات الدينية والمكونات العراقية الأصيلة بالمشاركة والمساهمة في المناسبات التي تخص الديانات والمكونات. وبهذه المناسبة التي تمر على 7 سنوات على مجزرة سنجار الذي اقترفها تنظيم داعش الإرهابي، هذه المجزرة التي هدمت البيوت وحرقت المزارع، والتي هجرت آلاف من المهجرين في مخيمات، نطالب من خلال هذه الوقفة أنه يكون عندنا البنى التحتية ومعرفة مصير أكثر من 3000 مفقود ومفقودة من خلال تنظيم داعش الإرهابي. هجوم داعش في 3/8 على سنجار والإبادة الجماعية. الآن مطالبنا أنه هاليوم 7 سنوات من التحرير، ان ما يعني ما وقفوا وقفه الحكومه ما وقفت وقفه جديه اتجاه شعب سنجار. البنى التحتيه مدمره، البيوت مدمره، لا مستشفيات، لا نفط، لا كهرباء، لا مي، و70% من الاهالي لا زالوا في اقليم كردستان يعيشون مخيمات، والمخيمات يفتقر بها أبسط مقومات العيش. تذكير بأهمية متابعة الملف، ملف الأيزيديات تحديدا، خصوصا هناك عدد كبير من الأطفال والنساء والفتيات لا زالوا مختطفات مجهولي المصير، وحتى اللي تم تحريرهم محتاجين إلى آليات للحماية والوقاية، محتاجين إلى آليات تعيد إدماجهم بالمجتمع. كثير من الإشكاليات اليوم المطلوبة يفترض بالحكومة العراقية ما تكتفي بقانون الناجيات الأيزيديات، لا، لكن لازم تتبع آليات وتعليمات دور حماية إعادة الإعمار. لحد الآن الأيزيديين موجودين لا زالوا في المخيمات يعانون الأمرين، فبالتالي يحتاج عودتهم إلى أراضيهم وتأهيلها وتمكينها حتى يشعرون بقيمتهم، يشعرون بإنسانيتهم ووجودهم داخل بلدهم العراق.